أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج فضيلة الشيخ: إذا كنت أسافر كل أسبوع فضيلة الشيخ، فهل لي أن أقصر وأجمع الصلوات؟ فأنا أسافر مثلا السبت وأرجع الأربعاء كل أسبوع. السفر في الطريق يعني تجمع وتقصر في الطريق، أما في البلد الذي سافرت إليه إذا أقمت فيه إقامة تزيد على 4 أيام، أنت تعرف أنك ستقيم أكثر من 4 أيام، لا يجوز لك الجمع ولا القصر، لأن السفر انقطع بالإقامة التي تزيد عن 4 أيام. أما إذا أقمت مدة يسيرة دون 4 أيام فأقل فلا بأس، ولكن يا أخي عندك مساجد والناس يصلون حولك، صل مع المسلمين والحمد لله. نعم.